مساء الخير. مثل ما تعودتوا وين بيكون الحدث، نحن بنكون موجودين وكل نجوم الوطن العربي موجودين بالعاصمة القطرية الدوحة بمهرجان ربيع سوق واقف. تابعنا قبل مقابلة خاصة مع أصالة النصري ومقابلة خاصة مع النجم صابر الرباعي، واليوم رح نكون بمقابلة مع النجم العربي وليد توفيق وأجواء حفلته. كل التفاصيل رح نتابعها سوا. قد ايه بتنبسط لما تشوف في الاف عم يتفاعلوا معك وتشوف هال اللي زرعته طيله هالسنين عم ترجع تحصده اكثر واكثر بعد هلا؟ هلا اول شيء مبسوط فيك انا بالنيو تي في منورين الدوحه، وثاني شيء ما في شك اني انا بالدوحه بكون سعيد جدا، والجاي اللي هون بتاخذ العقل، والشعب القطري محب جدا لنا. قديش بتزعل انه بلبنان السياسه والمشاكل السياسيه الناسحه من الدول المجاوره والمشاكل الداخليه والطائفيه والمذهبيه، بدل ما تخلينا نتقدم عم تخلينا نتراجع وغيرنا عم يتقدم؟ ما تعودنا هيك، ما بعرف شو اللي عم بيصير. هيدي مش حرب لبنانيه ولا حرب، هذا كله اللي عم بيصير احنا بنرفضه. انا كلبناني بدي احكي اولا، وكمسلم الإسلام علمنا المحبة، علمنا نسامح، علمنا ما نقتل حتى النملة أو أي شيء حي حرام نقتل. يعني القتل باسم الدين مرفوض تماما؟ مرفوض تماما، ونحن مسلمين ومنوحد الله إن كنا مسلمين أو مسيحيين أو حتى التوراة، كل كتب السماوية بقرآننا معترف فيه ونحترمه ومنقدسه. وفي جملة معروفة عند الرسول، اللهم صلي وسلم عليه وعلى أصحابه وسلم، سألوه يا رسول الله، قال له ما الدين المعاملة؟ يا رسول الله قال له الدين المعاملة، يا رسول الله قال له الدين المعاملة. أنا مش مفتي الدين ولا عم بحكي اللي تعلمته من بي ومن أهلي ومن بيتي، وهذا بيت كل لبناني. أنا أتمنى من كل قلبي عم نقتل بعضنا شادي، ليش؟ وتحديدا كمان يعني بمنطقتك اللي هي شمال لبنان، طرابلس، اللي عم بيصير فيها أمر محزن جدا. الأولاد نفس المنطقة عم بيختلفوا، وحتى كمان يعني الغرب يلي دخلوا فيها عم بيسببوا مشاكل بداخلها. اللي بيموت يمكن بيروح عند ربنا، أكيد مش يمكن. الوجع هو وجع الأمهات، الأب الشهيد اللي بيكون ماشي بالطريق لا ذنب له ولا علاقة لا بحزب ولا بدين ولا له علاقة بأي شيء، والوطن ما عم ينبنى، والوطن هو اللي عم يتدمر. يعني أنا كتير يأس، ما عندي يأس. هذا البلد إن شاء الله بده يعمر ويرجع أحسن مكان، ونحن شعب مثل ما قلت معك بالمقابلة الماضية، مش من عاداتنا شعب طرابلس الطيب، إن كان جبل محسن ولا إن كان طرابلس أنا عشت فيه وغنيت ورحت وجيت، مش عاداتنا هاي. هذا في، أنا بقول في طابور خامس خطير بالوطن العربي كله، في مؤامرة على كل الوطن العربي. الله يحمينا منه ويحمي لبنان، وإن شاء الله يا رب يا رب ندعي كلاتنا، بدنا نعيش مع بعض، ما فينا يا رب. أكيد في طابور خامس، ولكن إذا كان في دول عم تشهد ثورة شعب حقيقية أنت بتكون معه؟ أنا مع كل شعب بيطالب بحقوقه، أنا مع كل شعب مظلوم أنه يرفع الظلم عنه، لكن أنا ضد القتل وضد الدمار وضد أي شيء في ظلم وقتل.